وصلة لثلاث مقاومات. نبدأ كده نرص المقاومات زي ما هو مرتبها من اليمين للشمال، 6 3 1. بمصدر كهربي وكانت شدة التيار، هيبدأ يبلغني عن شدة التيار، يبقى 6 تيارها 1/10، واللي في النص تيارها 2/10، والأخيرة تيارها 3/10. فعايز ترتيب أو عايز المقاومة المكافئة للدايرة الكهربية. طيب احنا هنعمل ايه؟ انا معايا كمعلومة الار والاي اللي بتمر في كل مقاومة، فعلى طول نجيب الفي، نحضر الفي اللي هي عبارة عن اي في ار، نضرب كده اي في ار، 6 في 1/10 يبقى 6/10 فولت، وهنا 6/10 فولت، وهنا 3/10 فولت. هجيب معلومة عن من الفيهات ومعلومة من التيار. اول حاجة المقاومة 6 والمقاومة 3 ليهم نفس فرق الجهد، واحنا عارفين ان في حالة التوازي فرق الجهد متساوي، فده معناه ان المقاومة 6 والمقاومة 3 متوصلين على التوازي. عرفت المعلومة دي من فرق الجهد. اجيب المعلومة التانية من التيار، المقاومة 6 تيارها 1/10 والمقاومة 3 تيارها 2/10، التلاتة من عشرة دي مجموع التيارين، يعني التيار الكلي. التيار الكلي ده بيمر في المقاومة 1، ففهمت ان المقاومة 1 دي المقاومة متوصلة او بيمر فيها التيار الكلي، وبعد كده تحدث تجزئة للتيار على 6 و3. تمام، يبقى هنا المقاومة 1 اوم والتيار الكلي قيمته 3/10 امبير. طب تعال نجيب المقاومة المكافئة، 6 مع 3 توازي، تعال نخلصها، 6 في 3 على 6 زائد 3 ب2، 2 و1 3، يبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم ج. في الدايرة المقابلة عايز النسبة بين R1 لR2. تمام، هنا عندنا البطارية هيخرج التيار الكلي اللي هو قيمته 5 أمبير، هيجي هنا نقطة تفرع، هيتفرع على الفرع ده والفرع ده، يعني الفرع ده مع الفرع ده توازي، عدى هنا 1 يعدي هنا بقية الخمسة اللي هي 4 أمبير. يبقى التيار اللي داخل 5 لازم التيار اللي يخرج من النقطة دي 5، ادي 4 وادي 1. طيب تمام، تعال بقى نقول او ننتهز فرصة ان دول متوصلين مع بعض على التوازي، ففرق الجهد بيبقى متساوي، وبالتالي اي ار فوق بتساوي اي ار في الطرف السفلي. اي اللي فوق بواحد، وارات اللي فوق عبارة عن ار 1 زائد ار 2، لازم تساوي اي ار تحت، يعني الاي اللي هي 4 في الار اللي تحت اللي هي ار 2. طيب هنا الواحد كأنه مش موجود، يبقى انت عندك ار 1 زائد ار 2 بتساوي 4 ار 2، هتودي دي الناحية دي وتسيب ار 1 في مكانها، يبقى 4 ار 2 شيل منها ار 2 يبقى 3 ار 2. هو عايز النسبة ايه؟ ار 1 على ار 2، ده على ده ما ترجعش فاضي، هيساوي 3 على 1، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ب. الدايرة المقابلة اذا كان اي 1 بيساوي اي 2، ايه اللي يخلي التيار الكلي يتجزأ على منطقه التوازي دي بالتساوي؟ اكيد المقاومات اللي هنا اللي في الفرع ده بتساوي المقاومات اللي في الفرع ده. طيب المقاومات اللي فوق اللي هي مين؟ اللي هي ار 1 وجنبها مقاومه على التوالي هنسميها ار 2، كده المقاومات اللي في الطرف العلوي هتساوي المقاومات اللي في الطرف السفلي اللي هنسميها ار 3. طب هنفك الار لان الاجابات فيها رو اي، هفك الار 1، هقول عبارة عن رو اي 1 في 2 ان على مساحة المقطع اي، زائد ار 2 هتبقى عبارة عن رو اي 2 في الطول ال على مساحة المقطع 2 اي، هتساوي الار 3 عبارة عن رو اي 3 في الطول 2 ال على مساحة المقطع 2 اي. هطير دي مع دي وهيبقى عندك هنا رو اي 3 في ال على اي. تمام، هنيجي هنا هناخد ال L وال A عامل مشترك، هناخد ال L على ال A عامل مشترك، اتبقى ايه هنا؟ اتبقى 2 رو E1، خدت ال L وال A عامل مشترك ده الباقي. طيب هاخد ال L وال A عامل مشترك، اتبقى ايه؟ اتبقى رو E2 على 2. طيب ما ال L دي هتطير مع ال L دي وال A دي هتطير مع ال A دي، هيبقى عندك 2 رو E1 زائد نص رو اي 2 بيساوي رو اي 3. هل ده موجود في الاختيارات؟ تعال نبص كده على الاختيار ج، هنلاقي رو اي 3 بتساوي 2 رو اي 1 زائد رو اي 2 على 2، يعني نص رو اي 2، يبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم ج.
تعال نشوف السؤال دهون. مواصلين غير معزولين اكس واي منتظم المقطع طولهم ده ال وده 2 ال، ومساحة مقطعهما ده مساحة مقطعه ايه وده مساحة مقطعه 2 ال، قيمة التوصيلية الكهربائية لمادتهما بالترتيب او اللي هو ال ده هو 8 توصيلية 8 سيجما يعني، والتاني هيبقى سيجما بس على الترتيب. وضع متلاصقين تماما كما بالشكل المقابل، فاذا كانت المقاومة الكهربائية للموصل اكس، الموصل اكس ده مقاومته 5 اوم ماشي، فإن المقاومة المكافئة لهما عند توصيل مصدر الكهرباء بين نقطتين A و B. أنت عارف لما أنت هتوصل ده مدخل وده مخرج التيار، هيبقى الجزء ده توازي مع المقاومة دي، وده كده وده هيبقى توالي معاهم. يعني إيه؟ يعني هيبقى الشكل النهائي في عندك مقاومة كده، وبعدين مقاومتين تحت بعض بالظبط، وبعدين مقاومة كده، اللي فوق 5 أوم مفيهاش مشاكل. انا عايز اعرف دي كام ودي كام ودي كام، وبعد كده الامور هتبقى سهله، هيبقى دي مع دي توازي هنخلصهم ونجمعهم مع دي من ناحيه ومع دي كمان من ناحيه، يعني نجمع دي زائد دي زائد التوازي. طيب هنتعامل ازاي؟ مش انت بتقول لي ار اكس ب5؟ هي ار اكس دي عباره عن ايه؟ ار اكس عباره عن ال ال اللي هي ب ال على التوصيليه اللي هي 8 سيجما في مساحه المقطع اللي هو ايه. طب خلي ال 8 طردها بره كده، كنا في المقام تبقى توم في ال على التوصيليه في ايه. طيب الار اكس دي بكام؟ ب5 بتساوي بسط في البسط يبقى ال، وتحت هنا خلي بالك دي مش 6 دي توصيليه، 8 في توصيليه ايه. طيب انا عايزه القيمه دي لوحدها، يبقى ال على توصيليه ايه بتساوي، ودي دي الناحيه دي 5 في 8 5 في 8 ب40، يبقى انت عندك كام؟ يبقى انت عندك ال على التوصيليه في ايه. تمام. طب عايزين نجيب مقاومه الجزء ده، هنقول نسميه مثلا ار ايه بيساوي الطول. الطول بص الحته دي ال واللي تحتها ال، طيب بس دي كلها 2 ال، يبقى في الجزء ده قد ايه؟ نص ونص، عشان تبقى نص ونص ال، واللي في النص دي ال، يبقى هما الاثنين ال، دي نص يعني ال على 2. طب وتوصيليتها بتوصيليه، ومساحه المقطع باتنين ايه، يبقى الناتج 2 في 2 ب4، يبقى انت عندك ربع اهو، ربع ال على توصيليه ايه. بس انا عرفت ان ال على توصيليه ايه ب40، يبقى الار ايه عباره عن ربع ال40 يبقى 10 اوم، يبقى جه هنا دي كده 10 اوم بدات تظهر معايا المساله اهو. طب ما الحته دي زيها، مش الحته دي زي الحته دي؟ زيها في الطول، دي ال على 2 ودي زيها ال على 2، مساحة المقطع هنا 2 A ومساحة المقطع هنا 2 A، يبقى هعتبر دي كمان 10 أوم أوفر الوقت. يبقى مش فاضل غير إن أنا أجيب المقاومة اللي في النص دي، فأنا هقول المقاومة الجزء اللي في النص مثلا ولنفترض B أو أي رمز، هتساوي الطول اللي هو L لأنها تحت ال L بالظبط زيها أهي، أنا عايزة الجزء ده بس، هقول L على التوصيلية الموصل التاني ده توصيلية في مساحة المقطع اللي هي 2 A، وبالتالي هيبقى عندك هنا نص L على توصيلية A. طيب ادي النص والتوصيلية والL على توصيلية إيه، احنا اتفقنا انها بكام؟ ب40، يبقى نص ال40 تبقى 20 أوم، يبقى انت عندك دي كده 20، ده هي 20، خلصت المسألة. الخمسة مع العشرين على التوازي تخلصهم 4، 5 في 20 على 5 زائد 20 4، طول 10 و 4 14، 14 و 10 24، يبقى الاختيار الصحيح هيكون د. الموضحة عايز النسبة بين قراءة الأميترين A1 لـ2، هنا الأميتر موجود على سلك فاضي والأميتر A2 موجود على سلك فاضي، فالعمل إيه؟ أول حاجة إن أنا أوجد تيار كل مقاومة. طيب تيار كل مقاومة هي المقاومات دي متوصلة إزاي؟ لو أنا جيت عند النقطة دي ورقمت وقلت 1 ده سلك فاضي، مين قال ان ده سلك فاضي؟ ما هو الاميتر ادام ما قاليش انه له مقاومه فانا بعتبر انه مثالي، وبعتبر ان مقاومته بصفر يعني سلك فاضي، فيبقى السلك الفاضي بيترقم اوله زي اخره، يبقى هنا 1، ولو قلت هنا 2 ده كمان سلك فاضي هيبقى ده 2، يبقى الار دي، يبقى انت مش عندك غير النقطتين 1 و2، المقاومه ار دي بين 1 و2، والمقاومه ار دي برضو بين 1 و2، والأخيرة دي بين 1 و2، وبعدين آدي البطارية. فإحنا هنقول
ان التيارات، لو افترضت انا قيمة للتيار هقول مثلا التيار ده لو اي ده هيبقى زي اي، ده هيبقى زي اي، لان التيار بيتجزأ بالتساوي لو كانت المقاومات متساوية. طيب يبقى كده معناه ان التيار الكلي كان قيمته 3 اي. طيب تمام، هنيجي بقى هنا على الرسمة ونقول ادي التيار جاي من القطب الموجب، هيلاقي عنده الفرع ده عايز يعدي على الاميتر وعايز يعدي على الار. التيار اللي جاي هنا احنا اتفقنا ان هو عبارة عن 3 اي، الجزء اللي هيعدي في المقاومة ار هتبقى اي، فاضل ايه؟ فاضل 2 اي يعدوا الناحية دي، يبقى قراءة الاميتر ايه واحد هتبقى 2 اي. لازم التيار اللي داخل على النقطة يساوي التيارات اللي خارجة من النقطة، التلاتة اي اهي، واللي خارج 2 اي واي يبقوا التلاتة، مظبوطين. تعالى بقى واحنا مروحين، مين اللي هيروح؟ تيار المقاومة ار وتيار اللي جاي من الاميتر 2. احنا اتفقنا ان كل الارات تيارها بقيمة اي، طبعا لما هيروحوا هيعملوا لنا التيار الكلي اللي هو بقيمة 3 اي. يبقى هنا هتتجمع الاي مع مين؟ الاي هتتجمع مع الاتنين اي عشان يبقى مجموعهم 3 اي، وكده فهمت ان قراءة الاميتر 2 2 اي. الله، طب ما نفس القراءة، يبقى النسبة هتبقى 1:1، يعني اختيار الصحيح هيكون رقم ج. تعال نشوف السؤال رقم 60، نسبة بين قراءة الاميترين اي 1 لاي 2 في الدالة الكهربية المقابلة تساوي ايه؟ طيب احنا هنتعامل ازاي؟ احنا هنرسم الاطار الخارجي كده، الاطار اللي بره ده هنرسمه، وادي الاميتر اي 1، وبعدين هنيجي هنا نوصل البطارية وجنبها مقاومة 2 اوم، المقاومة اللي جنب البطارية مباشر دي زي المقاومة الداخلية. طيب انا لو جيت هنا من عند الموجب ورقمت بواحد، مش ده سلك فاضي يبقى ده واحد، ده سلك فاضي يبقى ده واحد، ده سلك فاضي يبقى ده واحد، هتدخل هنا يبقى 2. عايز تقول ايه؟ عايز تقول ان الستة دي بين 1 و2، والستة دي بين 1 و2، والستة دي بين 1 و2، يعني هما متوصلين على التوازي، فانت معاك 3 مقاومات على التوازي هتخلصهم وبعدين تجمعهم على 2 اوم، لان دي توالي اجباري متوصله بالبطاريه دي، فادي 6 وادي 6 وادي 6. طيب تمام، تعال نحسب التيار الكلي. هنقول الاي توتال عباره عن في باتري اللي هي باربعه على المقاومات، 6 و6 و6 على التوازي، ناخد واحده عددهم 6 على 3 فيها 2 جنبها 2 تبقى 4، يبقى التيار 1 امبير. التيار هيخرج من البطاريه قيمته 1 امبير، هيجزأ جزء فوق نص وجزء تحت نص، لان ده سلك فاضي ده سلك فاضي، هيمشي ايه نص ونص، يبقى الاميتر ايه واحد هيعدي فيه نص امبير، يبقى اميتر ايه واحد هيمر فيه نص امبير. طيب والاميتر في منهم اميتر متوصل على المقاومة 6، فالمفروض ان النص ده مع النص ده هيتجمع ويجوا هنا قيمتهم بواحد ويتجزأ على التلاتة، الواحد جزأ على التلاتة، يبقى ده تلت وده تلت وده تلت، يبقى الاميتر ايه اتنين هيقرا ايه؟ هيقرا تلت، يبقى ده نص وده تلت. طيب ما تيجي نقسم ايه واحد على اتنين، نقول نص بدل ما نقول على، هنقول فيه تبقى هنا 3 على 1، يبقى الناتج 3 على 2، يعني اختيار د. الدالة المقابلة عند زيادة قيمة المقاومة المتغيرة، تخيل التيار جاي من القطب الموجب عايز يتجزأ على فرعين، تمام؟ ففجأة لقى الفرع اللي فوق مقاومته بتزيد، الله، المقاومة اللي بتزيد دي بتخوف التيار، فيقوم معظم التيار يعدي في ار واحد ولا انه يعدي في المقاومة الكبيرة اللي عمالة تزيد دي، يبقى هنا التيار اللي هيعدي هنا، التيار هيعدي هنا قليل، يبقى الاكبر نسبة التيار الاكبر هتعدي في ار واحد، يعني معنى كده ان قراءة الاميتر هتزداد، يبقى الاجابة الصحيحة هتكون رقم الف. شكل مقابل يوضح 3 مقاومات اكس وواي وزد. تمام، عايز نسبة شدة التيار، انا ما عنديش تيارات على الرسمة فمن حقي افترض، فلما اجي افترض دي مجموعة توازي فهاجي على اكبر مقاومة في التوازي وافترض انها اي عشان ما يطلعش معايا كسور، هنا اي. طيب بص كده، قارن الطرف السفلي ده بالطرف العلوي، فوق هنا المقاومات فوق قلت للتلت، يعني كان 3 ار بقت ار بس قلت للتلت، يبقى التيار فوق يزيد لتلات امثال، يعني هنا يبقى 3 اي. طب تعالى نقارن الفرع ده بالفرع اللي في النص، هنا ار وهنا 2 ار، المقاومات هنا الضعف، يبقى التيار هنا يبقى نص ده، نص ده يعني 3 على 2 اي. طيب تمام، يبقى انا دلوقتي هنكتب الترتيب اللي هو طالبه هنا، زد وواي واكس، هتبقى مقاومه اكس تيار اكس هيبقى قيمته 3 اي، وتيار واي هيبقى قيمته 3 على 2 اي، وتيار زد هيبقى قيمته اي. هضرب طبعا الاي دي هتطير مع دي، هضرب في 2 عشان اخلص من الكسر ده، فانا هضرب دي في 2 ودي في 2 ودي في 2، يبقى هنا 6
وهنا الاتنين دي هتروح مع الاتنين دي تبقى تلاتة، وهنا اتنين في واحد باتنين، يبقى انا عايزة اتنين لتلاتة لستة بالترتيب ده، اهي هلاقي الاختيار الصحيح هيكون رقم ألف. الأشكال البيانية التالية يمثل العلاقة بين قراءة الأميتر A1 وقراءة الأميتر A2. تمام، عند تغير قيمة المقاومة R في الدائرة الكهربية المقاومة. هنا لو اتغيرت المقاومة هتتغير التيارات، لكن نسب التيار مش هتتغير، طريقة توزيع التيار كنسب مش هتتغير. وبالتالي أنا لو افترضت إن التيار الكلي قيمته I، فالتيار هيتجزأ إزاي؟ بيتجزأ أدام معاك هنا مقاومتين على التوازي، واحدة ضعف التانية، فالتيار بيتجزأ التلت والتلتين. مين اللي بياخد التلت؟ المقاومة الكبيرة. ومين بياخد التلتين؟ المقاومة الصغيرة. يبقى المقاومة 3 أوم عشان هي صغيرة هتاخد تلتين الآي. تعال نعمل نسبة بقى. يبقى قراءة الأميتر اللي هي آي واحد على آي اتنين هتساوي، هنا قلنا آي، والقراءة التانية قلنا اتنين آي على تلاتة مقام المقام بسط، دي هتطير مع دي، يبقى النسبة تلاتة على اتنين، اهي النسبة دي مش هتتغير. طيب يبقى احنا عايزين قدام آي واحد تلاتة وقدام آي اتنين اتنين. تمام، طيب تعالوا كده نشوف الرسمة الأولى. الرسمة الأولى تعالى نشوف المثلث ده. أنا رسمت بالرصاص خطين، خط رأسي ده بيمثل ما يوازيه، بيمثل مين؟ آي اتنين، ده بيمثل آي اتنين، والخط ده بيمثل اللي عليه آي واحد. إحنا عايزين آي واحد كم مربع؟ تلات مربعات أو مضاعفاتها، أدي واحد اتنين تلاتة صح، وعايزين آي اتنين كم مربع؟ مربعين اتنين مظبوط، يبقى الرسمة ألف صح. نروح لبيه، هنرسم خط بالرصاص، الخط ده يمثل ما يوازي، ده بيوازي مين؟ اي اتنين، والخط ده بيمثل اي واحد. عايزين قدام اي واحد كم مربع؟ تلات مربعات، لا اي واحد مربعين، احنا عايزين اي واحد تلات مربعات، لا دول مربعين، واي اتنين مربعين اتنين بس، بص كده ادي واحد اتنين تلاتة، لا يبقى النسبة دي غلط. نفس الكلام هنا، لو عملنا الخط اللي بالرصاص كده وخط كده، ده يمثل ما يوازي، ده يمثل اي اتنين، يبقى ده يمثل اي واحد. اي اتنين المطلوب تبقى كم مربع؟ مربعين، مربعين ماشي، يبقى ده مربع واحد، ودون لا ده تلاتة بس ده مربع واحد، مش تنفع النسبة دي، هو الاختيار الصحيح هيكون رقم الف. شكل مقابل يوضح ثلاث مقاومات بالترتيب كده زد واي اكس، ماشي متصل على التوالي، فإن نسبة فروق الجهد بين طرفي كل منها، عايز فرق الجهد النسبة، طبعا ده توصيل على التوالي، فالنسبة بين فروق الجهد هي النسبة بين المقاومات، فأنا هكتب هنا بدل ما اكتب فروق الجهد هكتب المقاومات، قدام زد 3 ار، وهنا 2 ار، وهنا ار، دي تطير مع دي مع دي، يبقى 3 ل 2 ل 1 بنفس الترتيب ده، يبقى 3 ل 2 ل 1 يبقى الاختيار ده. في الدائرة الكهربية المقابلة عندك ثلاث مقاومات متماثلة ار وار وار مع مصدر كهربي عند غلق المفتاح، لما تقفل المفتاح ايه اللي هيحصل للتيارات؟ تيار ار وتيار كيو. اول حاجه والمفتاح مقفول هيمشي التيار الكلي في الار وفي كيو، لما هقفل المفتاح يبقى انا كده بضيف مقاومه على التوازي، فكده المقاومات بتقل، فالتيار الكلي اللي هيمشي في الار هيزيد، يبقى تيار الار هيزداد. طيب كيو كان ماشي فيها التيار الكلي في الاول، دلوقتي لما قفلنا المفتاح هيتجزأ التيار ويمشي فيها جزء من التيار، وبالتالي تيار هيقل، يبقى احنا هنختار الاختيار الصحيح رقم ج، يزيد تيار ار ويقل تيار كيو. تعال نشوف السؤال اللي عليه الدور. في الدائره الكهربيه المقابله اذا كانت المقاومه الكهربيه متماثله، يعني ايه المقاومات الكهربيه متماثله؟ يعني كل واحده فيهم ار، يحدث ايه لقراءه الاميتر لو قفلت كي واحد لوحده؟ يحدث ايه لقراءه الاميتر اذا قفلت كي اتنين لوحده؟ الاميتر متوصل على سلك عمومي، سلك رئيسي متوصل بالسالب مباشر، يبقى ده بيقرا التيار الكلي. طب تعالوا كده نرسم الدايره في الحاله الاولى قبل ما نقفل اي مفاتيح، يعني هشيل الفرع اللي فيه كي واحد واشيل الفرع اللي فيه كي اتنين، هتبقى دي الدايره. ففي الحاله دي المقاومه المكافئه عباره عن ايه؟ الفرع اللي فوق فيه 2 ار، توازي مع الفرع اللي تحت 2 ار، اخد واحده على عددهم 2 ار على 2، يبقى المقاومه المكافئه ار. لما اجي هنا اقفل مفتاح كي واحد بس، يبقى ساعتها المقاومه ار معاك وكانها مش معاك. ليه؟ لان المقاومه دي هتتلغي، لان هينطبق عليها شروط الغاء المقاومه اللي هي ايه؟ انها تبقى مقاومه بين فرعين، ادي الفرع اللي فوق وادي الفرع اللي تحت، لا التيار داخل من هنا ولا خارج من هنا، نسب المقاومات حوالين منها ثابته، ار على ار هي ار على ار،
فتلغى وتبقى كأنها مش موجودة، وارجع للحالة الأولانية فوق 2R وتحت 2R، أخد واحدة على عددهم هتبقى المقاومة المكافئة برضو R. طيب دي R ودي R، المقاومات الكلية للدايرة ما اتغيرتش، يبقى التيار مش هيتغير. يبقى المفروض إن لما أقفل كي واحد إيه اللي هيحدث؟ قراءة الأميتر لا يتغير، لا يتغير، دي موجودة في جيم ودال. طب تعالى نشوف لما نقفل كي 2، نرجع لدايرتنا الأصلية من غير قفل أي مفتاح، فيها الآر داش عبارة عن آر. لما نيجي بقى نقفل المفتاح، هنقفل المفتاح كي 2، هيبقى ساعتها الآر دي مع الآر دي توازي، فتخلصهم آر على 2، وتصبح دايرتك إزاي؟ فوق هنا آر، جنبها آر، وتحت بقى هنا فيه الآر، والاتنين التوازي دول هنخلصهم، تبقى واحدة على عددهم آر على 2، ونكمل الدايرة. أدي الأميتر وأدي البطارية. في الحالة دي أنت عندك الفرع اللي فوق 2R، والفرع اللي تحت هيبقى 1.5R، يعني لو قلت حصل ضربهم على ناتج جمعهم هيطلع بالتقريب 85%، يعني أقل من الواحد، يعني المقاومة المكافئة قلت، يبقى التيار هيزداد. يبقى هختار إيه؟ لا تتغير ويزداد، يبقى الاختيار هيكون جيم. تيار كهربي شدته 3 ملي أمبير يمر في سلك إي بي، أنا معايا سلك إي بي بيمر فيه تيار قيمته 3 ملي أمبير، ماشي، فإذا وصل معه على التوازي هغير الحالة الأولى دي وهجيب السلك اللي هو اسمه إي بي وهوصل معاه على التوازي سلك كمان، ماشي، من نفس المادة له نفس الطول بس القطر 3 أمثال قطر السلك إي بي، يعني لو الإي بي قطره آر ده 3 أمثاله يبقى ده 3 آر. فعايز شدة التيار الكلي اللازم إمراره، شدة التيار الكلي اللي هو الأي توتال اللي هنا، حتى يظل فرق الجهد بين طرفي السلك اي بي ثابت. طيب انا عندي الفي اي بي عباره عن الاي في الار، انا عايزه الفي اي بي تظل ثابته ومقاومه الموصل اي بي مش هتتغير، ده انا بس هوصل معاه مقاومه على التوازي، انا مش هغير المقاومه نفسها، وبالتالي لما تكون الفي ثابته والمقاومه ثابته لازم التيار اللي ماشي في اي بي يكون ثابت حتى بعد ما وصلناه على التوازي. كان الاول بيمر فيه 3 ملي، لازم يمر فيه برضو 3 ملي امبير، تمام، علشان يدن فرق الجهد بين طرفيه ثابت. طيب احنا عايزين التيار الكلي في الحاله الثانيه نعمل ايه؟ هنجيب تيار المقاومه دي وبعدين نجمع التيارين، يبقى انا عرفت التيار الكلي. طيب وهجيب التيار ده ازاي؟ هنسيبه للتيار ده، بمعنى ان لو اعتبرت المواصل اي بي 1 والمواصل الثاني ده المواصل رقم 2، فهنقول اي 1 على اي 2، اي 1 اللي هي 3 ملي واي 2 اللي احنا عايزين نعرفها هتساوي الاي مع الار عكسي هتساوي ار 2 على ار 1، يبقى احنا وصلنا ان 3 على اي 2 بتساوي ار 2 على ار 1، تمام. انا بيقول لك نفس النوع ونفس الطول، يبقى الاختلاف بس في انصاف الاقطار، يعني الار بتساوي رو اي في ال على باي ار تربيع، لما اجي اعمل نسبه بقى ار 2 على ار 1 مش هعملها بالرو اي لان السلكين من نفس الماده، ولا بالال لان ليهم نفس الطول، ولا بالباي لان مقدار ثابت، هتبقى بالار تربيع وعكسي. قدام ار 2 نكتب ار 1 تربيع عكسي بقى، وقدام ار 1 نكتب ار 2 تربيع، تمام. طيب احنا بنقول ان ار 1 هنستبدلها بار بس نربع تبقى ار تربيع، وار 2 3 ار بس الكل تربيع تبقى 9 ار تربيع، يبقى النسبه دي 1 ل 9، يبقى عندك 3 ملي على اي 2 بتساوي 1 على 9، يبقى الاي 2 هتبقى 3 في 9 ب 27 ملي امبير لاني ما حولتش. طيب يبقى هنا 3 ملي وهنا 27 ملي امبير، يبقى التيار الكلي بكام؟ يبقى التيار الاي توتال بيسال عنها 30 ملي امبير. طيب في الاختيارات عايزها بالامبير، تقسم على 1000، 30 على 1000 تبقى 3% امبير، يعني الاجابه الصحيحه هتكون رقم ج. عندنا سلكين A و B لهم نفس الطول ومن نفس الماده، بس مساحه مقطع السلك A، مساحه مقطع السلك A بتساوي ضعف مساحه مقطع السلك B، تمام. وبعدين وصلنا معا على التوازي في دائره كهربيه، وعند غلق الدائره كانت شده التيار الكلي الاي توتال 3 امبير، فعايزين شده التيار المار في المواصل A وشيل تيار المار في المواصل دي، تمام. احنا دلوقتي هنقول ان احنا عايزين نعمل نسبه للمقاومات، احنا هنوصل مقاومه A والمواصل A والمواصل B على التوازي، فعايزين نعرف نسب المقاومات بتاعتهم عباره عن ايه. فلو احنا جينا قلنا RA على RB هنعمل النسبه ازاي؟ مش الR
بتساوي رو اي في ال على الايه الموصلين ليهم نفس النوع ونفس الطول، يبقى هعمل النسبة بالايه بس. قدام ار اي نكتب مساحة مقطع بي، وقدام ار بي نكتب مساحة مقطع اي. اي بي على اي اي ما ترجعش فاضي، واحد لاتنين. يبقى انت عندك دلوقتي ممكن اعتبر الموصل اي مقاومته بواحد واحد ار، وممكن اعتبر الموصل بي مقاومته باتنين ار. تمام، اتوصلوا على التوازي، والتيار الكلي 3 امبير. التيار يتجزأ ازاي؟ لما يكون معاك مقاومتين على التوازي واحدة فيهم ضعف التانية، فالتيار يجزأ التلت والتلتين. التلتين ده النسبة الكبيرة، تاخدها المقاومة الصغيرة. يبقى الموصل ايه تيار ايه هياخد تلتين التيار الكلي اللي هو 3، يعني هتاخد 2 امبير. المقاومة الصغيرة دي 2 امبير. اما المقاومة الكبيرة اللي هي الموصل بي هياخد تيار تلت التيار الكلي، تلت التلاتة يعني 1 امبير. 1 امبير جمع كده الاتنين والواحد هما التلاتة اللي داخلين على النقطة. يبقى احنا كده هنقول الموصل ايه 2 والموصل بي 1، يعني الاختيار الصحيح هيكون 1000. دايرة كهربية تتكون من مصدر مستمر، ادي المصدر المستمر. تمام، والمصدر ده مهمل المقاومة الداخلية، وفي سلك معدني رفيع، ادي سلك معدني رفيع يمر به تيار كهربي شدته 8 ملي امبير. فاذا وصلها على التوازي مع هذا السلك، يبقى انا هغير نفس البطارية اهي ونفس السلك اهو، بس هغير حاجة، هوصل معاه على التوازي سلك تاني له نفس الطول، ليه نفس الطول ومن نفس المعدن، يبقى الرو اي والال واحدة، بس بيمر بيه تيار شدته 10 ملي امبير. بيمر بمين بقى؟ قال لك مر بالدايرة، في نفس الدايرة مر بها تيار 10 ملي امبير، يبقى التيار الدايرة في الحالة دي 10 ملي امبير. فإن النسبة بين نصفي قطر السلكين ار واحد لار اتنين بيساوي ايه؟ طيب احنا هنا هنلاحظ ان انا في الحالة الاولى لما كان السلك لوحده بالنسبة للبطارية الفي باتري هتوزع فولتاتها على السلك ده لان مفيش غيره، فهيبقى فرق الجهد بين طرفي في باتري. اما في الحالة التانية لما انا هجيب سلك كمان اوصله معايا على التوازي، هيبقى ما عنديش غير منطقة توازي واحدة، فالبطارية دي هتوزع فولتاتها على منطقة التوازي ازاي؟ بالتساوي، يعني دي هتبقى في باتري ودي في باتري، فرق الجهد بيبقى متساوي في حالة التوصيل على التوازي. طيب ايه اللي انا فهمته؟ اللي فهمته ان السلك ده هو فرق الجهد بين طرفيه ما تغيرش، وفرق الجهد ده عبارة عن اي في ار. يبقى بالنسبة للسلك الاولاني فرق الجهد بين طرفيه ما تغيرش ومقاومته ما تغيرتش، يبقى لازم تياره يستمر 8 ملي امبير، بس المرة دي هيبقى تيار التمانية ده تيار فرع 8 ملي امبير، ولو ده مر فيه 8 ملي امبير يبقى الفرع الجديد المتوصل معاه هيمر فيه كام؟ هيمر فيه 2 ملي امبير، لان التيار الكلي 10، التيار الداخل لازم يساوي التيار الخارج، الموصل ما بتشحنش، يبقى هنا 8 يبقى هنا ال 2 ملي. طيب وايه اللي هيفيدني لما انا اوزع التيارات على المقاومات؟ اقدر اعرف نسبة للمقاومات، ولو عرفت نسبة للمقاومات اقدر استخلص منها نسبة لانصاف الاقطار. فانا هقول لو سميت السلك الاولاني 1 والسلك التاني 2، فهيبقى عندي اي 1 على اي 2 هتساوي الاي في السلك الاولاني اتفقنا ان هو 8 وفي السلك التاني 2، يعني بالاختصار هتبقى كده 4 لواحد. التيارات دي عكسها مقاومات، يعني هقول اي 1 على اي 2 بيساوي ار 2 على ار 1. طيب اعمل نسبة للمقاومة ازاي؟ مش الار بتساوي رو اي في ال على ايه؟ لما اجي اعمل نسبة للمقاومات بين السلكين دول مش هعملها بالرو اي لانهم من نفس المادة، ولا بالطول لان طولهم واحد، ولا هنفك الايه لباي ار تربيع، ولا بالباي، هتبقى بمربع نصف القطر، ومربع نصف القطر عكسي. يعني ايه؟ يعني قدام ار 2 نكتب ار 1 تربيع، وقدام ار 1 نكتب ار 2 تربيع. يبقى انت عندك ار 1 تربيع على ار 2 تربيع بتساوي 4 لواحد. طب ما تيجي ناخد الجذر، يبقى ار 1 على ار 2 بتساوي 2 لواحد. طيب هو عايز النسبة،
يبقى 2 لـ1، يبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم ج. في الدائرة الموضحة بالشكل عايزين قراءة الأميتر بتساوي إيه. طيب إحنا دلوقتي هنيجي كتيار يخرج من القطب الموجب، هيجي عند النقطة دي عايز يتجزأ على الفرع اللي فوق والفرع اللي تحت، دول توازي، فكده الأميتر بيقرأ تيار فرع. طيب لما يجي التيار يتجزأ اللي هيتجزأ بعكس نسب المقاومة، المقاومة اللي فوق قيمتها 12، ال 12 دي توازي مع كام؟ مع الفرع اللي ده اللي تحت اللي هو 3 و9 12. الله، ده كده مقاومات الأفرع متساوية، يبقى التيار يتقسم بنصين يتجزأ بالتساوي، يبقى بدل ما هو هنا اي هيتجزأ هنا اي على 2 وهنا اي على 2، يبقى قراءة الأميتر هتبقى اي على 2، يعني الاختيار الصحيح هيبقى رقم ب. في الشكل المقابل إذا كانت شدة التيار المارة في المقاومة R1 2 أمبير، التيار هنا 2 أمبير، فإن المقاومة المكافئة للدايرة بتساوي إيه؟ أنا معايا مقاومتين على التوازي، تمام، بس مجهولين، R1 مجهولة وR2 مجهولة، لو أنا أعرفهم أقدر أخلصهم حاصل ضربهم على ناتج جمعهم. طيب ما أنا ممكن أقدر أحسب المقاومة دي R1 إزاي؟ مش أنت عندك هنا منطقة توازي واحدة والفي باتري قيمتها 12 فولت، يبقى فرق الجهد اللي هنا 12 فولت وفرق الجهد اللي هنا 12 فولت. طيب انا عندي الفرع اللي فوق، تعال نرجع له تاني، مش R1 اللي فوق دي بتساوي فرق الجهد اللي هنا اللي هو 12 على التيار اللي ماشي هنا اللي هو 2 هتطلع 6 اوم، المقاومه اللي فوق دي اللي هي R1 هتطلع ب 6 اوم. طيب وR2 ضعفها 2R1 تبقى R2 هتبقى 12 اوم 12 اوم. طيب انا دلوقتي معايا مقاومتين، يبقى هقول 6 في 12 على 6 زائد 12 هتطلع المقاومه المكافئه 4 اوم، يعني الاجابه الصحيحه هتكون رقم ب. عايزين قراءه الاميتر في الدائره الكهربيه المقابله بتساوي ايه. طيب الاميتر ده اميتر مثالي، ادام ما قالش ان ليه مقاومه يبقى اميتر مثالي، والاميتر المثالي بنعتبره زي السلك الفاضي، وبالتالي لما يجي التيار يخرج من القطب الموجب للبطاريه هيفضل انه يمشي في الاميتر اللي هو بمثابه سلك فاضي، والمقاومتين دول هيتلغوا. يبقى انت لما يكون معاك مقاومتين على التوازي مع السلك الفاضي يبقى المقاومتين دول اتلغوا خلاص، وبكده هيمشي في الاميتر التيار الكلي. التيار الكلي اللي هو هيبقى عباره عن الفي باتر اللي هي 12 على مقاومات الدائرة، سيبك من دي ودي اتلغت خلاص، يبقى معاك 2 و3 دول على التوالي يبقوا 5، 12 على 5 هتطلع معاك الناتج 2.4 أمبير، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم د. الدائرة الكهربية الموضحة يكون التيار الكهربي المار خلال البطارية أقل قيمة، أقل قيمة أقل قيمة مع أكبر مقاومة، أقل قيمة مع أكبر مقاومة، تمام. طيب أنا دلوقتي هنحاول نقفل المفاتيح ونشوف مين المفتاح اللي هيتيح في الدائرة أكبر مقاومة، احنا بنبحث عن الدايرة اللي فيها اكبر مقاومة. تعال نشوف المفتاح واحد، المفتاح واحد لو اتقفل فين المفتاح واحد اهو. طبعا التيار هيخرج من القطب الموجب هيعدي على المفتاح واحد المقفول، هيلاقي نفسه ماشي كده هيروح على المقاومة R ويروح على السالب، عدى على المقاومة R وروح للسالب، يبقى المفتاح واحد هيخلي الدايرة دي فيها مقاومة بقيمة R. طيب المفتاح 2 هنقول المفتاح 2، تعالوا نشوف نقفل مفتاح الاثنين ونمشي، هيبقى القطب الموجب هيعدي على المفتاح 2 وبعدين يمشي عن على الار ويعدي على الار التانية ويروح على السالب. الله، طب ما كده اصبحت الدايرة بغلق مفتاح 2 فيها مقاومتين 2 ار. طب تعالوا نشوف المفتاح 3، المفتاح 3 لو اتقفل التيار هيخرج من القطب الموجب هيعدي على المفتاح 3 وبعدين المقاومة R ويروح، يبقى المفتاح 3 في مقاومة قيمتها R. طيب المفتاح 4 تعالوا نشوف، هنقفل مفتاح 4 هيمشي التيار من القطب الموجب يعدي على المفتاح 4 ويروح للسالب، مفيش ولا مقاومة، صفر مقاومات. طب انا ببحث عن الدايرة اللي هتتيح لي اكبر مقاومة، هيكون عن طريق غلق المفتاح 2 عشان هتبقى فيه 2 R، وبالتالي الاختيار الصحيح هيكون رقم ب. سؤال على الدور في الدائرة الكهربية المقابلة عايزين نسبة بين قيمتي المقاومة R1 لR2. طيب الدائرة دي محتاجة تبسيط، ازاي؟ الفرع اللي فوق فيه مقاومة R1 وR1 ودول توالي، يبقى مجموعهم 2R1. طيب والفرع اللي في المنتصف فيه مقاومتين
ار 2 وار 2 على التوازي، تخلصهم اخد واحدة على عددهم، يبقى ار 2 على 2 وماشي فيهم طيار بقيمة تلت اي، دي اي على 3 تمام. طيب والفرع ده، ده بقى البطارية، ده الفرع الرئيسي واللي ماشي فيه طيار بقيمة اي. طيب تمام، الطيار هيخرج من البطارية بقيمة اي، عدى هنا التلت، يعدي هنا التلتين، تلتين الاي. طيب ما الفرع ده مع الفرع ده توازي، فاي ار هنا بتساوي اي ار هنا، اي اللي هي تلتين اتنين اي على تلاتة في الار اللي هي اتنين ار، هتساوي الطيار اللي هنا اللي هو اي على تلاتة في الار اللي هنا اللي هي ار اتنين على اتنين. البسط في البسط يبقى اربعة اي ار على تلاتة، البسط في البسط يبقى اي ار اتنين على ستة. ماشي، الاي هتطير مع الاي، ودي ار دي ار واحد، دي ار واحد. ماشي، الاي هتطير مع الاي، يبقى عندك هنا عايزين الار واحد علاقتها بقى، يبقى الار واحد هو عايزها نسبه ولا عايز ار واحد على ار اتنين. ماشي، نضرب طرفين في وسطين، ادي هنا اربعه في سته باربعه وعشرين ار واحد، وهنا تلاته ار اتنين. طيب ار واحد على ار اتنين، ده على ده ما ترجعش فاضي، تلاته على اربعه وعشرين، على تلاته فيها الواحد، على تلاته فيها التمانيه، يبقى النسبه واحد لتمانيه، يعني الاختيار هيكون ج. في اي من الدوائر الكهربائيه الاتيه يغلق المفتاحين يضيء احد المصباحين؟ عايز اقفل مفتاحين، واحد منهم اللي ينور. طيب لو انا قفلت ده وقفلت ده، التيار هيجي من القطب الموجب هيتجزأ على المصباح ده والمصباح ده، الاثنين هينوروا، يبقى دي مش مطلوبه، لا دي لا. طب لو قفلت ده وقفلت ده، يقوم التيار يخرج من القطب الموجب يعدي على السلك الفاضي، السلك الفاضي ده اصبح لما اقفل المفتاح ده توازي مع المصباح، فيلغي المصباح وينور مصباح واحد، يبقى به صح. طب هنا لو قفلت ده وقفلت ده، التيار هينور المصباحين، يبقى دي مش عايزينها. طيب لو قفلت ده وقفلت ده، برضو التيار هيجي يتجزأ جزء على المصباح ده وجزء على المصباح ده ويروح، يبقى دي كمان مش عايزينها، يبقى الاجابه الصحيحه هتكون رقم ب. في الشكل المقابل عايز النسبه بين قراءتي الفولتميترين في 1 على في 2. تمام، هنا الفولتميتر ده مثالي، طب وانا عرفت ازاي؟ ادام ما قاليش ان الفولتميتر له مقاومه فانا بعتبره فولتميتر مثالي، والفولتميتر المثالي بتبقى مقاومته لا نهائيه، يعني ما بيسحبش التيار. طيب وفي الحاله دي انا هشيله من الدايره عشان اشوف شكل الدايره ايه ومن غير ما ياثر على تكوين الدايره، هلاقي عندي في الجنب ده مقاومه قيمتها ار، وفي هنا بطاريه، والفولتميتر في 1 ما انساش ان هو كان محوط على المقاومه ار. اما بالنسبه للجانب ده في مقاومتين على التوازي، ار وار على التوازي، تعالوا نخلصهم، يبقى ناخد واحده على عددهم يبقى ار على 2، وكان الفولتميتر في 2 محوط على مجموعه التوازي دي. تمام، طيب كده لقيت الدايره بتاعتنا توالي، فبالتالي اقدر اجيب قراءه الفولتميتر في 1 عباره عن تيار الدايره في المقاومه المحوط عليها، هو محوط على المقاومه ار، يبقى اذا اي في ار. اما قراءه الفولتميتر في 2 هيبقى عباره عن اي في الار المحوط عليها، هو محوط على مجموعه التوازي اللي هي بقيمه ار على 2، يبقى في ار على 2. عشان نعمل نسبه في 1 على في 2 هنقول اي في ار، بدل ما نقسم هنضرب ونقلب المقام بسط والبسط مقام، هنلاقي دي طارت مع دي وتبقى النسبه 2 لواحد، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ج. السؤال بعد كده، ما قراءتي الفولتميتر في 1 وفي 2 على الترتيب في كل من الاشكال التاليه. طيب احنا بالنسبه لقراءه الفولتميتر، الفولتميتر المثالي الجهاز اللي لو حذفته من على الدايره مش هيأثر على تكوينها، وبالتالي انا هرسم، انا عندي مقاومه على التوازي مع مقاومه جنبها مقاومه، وبعدين في هنا سلك فاضي، وبعدين في هنا ار وهنا ار، وبعدين البطاريه، البطارية اللي هي 20 فولت. المقاومة طبعا الفولتميتر في 2 محوط من هنا لحد هنا، وفي 1 محوط هنا. طيب المقاومة دي هتتلغي لأنها متوصلة على التوازي مع سلك فاضي، ويصبح الفولتميتر 2 محوط على R على 2، والفولتميتر في 1 برضو محوط على R على 2، ما هي دي كده R على 2 ودي R على 2 ودي هتتلغي. طيب يبقى الفولتمترين قد بعض، وبالتالي الفي باتري هتوزع عليهم بالتساوي، دي هتاخد 10 ودي 10، يبقى في 1 ب 10 وفي 2 ب 10، يبقى الاختيار ألف. طب السؤال اللي جنبه،
هنحاول نشيل الفولتميتر من على الدايرة عشان ما يأثرش بس على النظر، ان انت مش هتبقى فاهم التوالي والتوازي، خليها كده رايقة احسن. ماشي، ادي البطارية مش عارفينها قيمتها ايه، في 2 عايز يعرف قيمة الفي باتري، وهنا 4 اوم، وهنا 6 اوم، وستة ستة وستة، تعالى نقول 12 وخلاص، 12 اوم، هما جنب بعض، مقاومة واحدة ب12 اوم، وهنا 12 اوم زيهم، وفرق الجهد هنا 24 فولت، المنطقة دي خدت 24. طيب عشان اعرف في واحد بقى، في واحد متوصل على التوازي مع المقاومة 4، في واحد هيقرا اي في ار، الاي كلية عايزين نعرفها، المقاومة قيمتها 4. طب التيار الكلي ازاي هعرفه ازاي؟ انت ممكن تجيب تيار الفرع ده، انت التيار هيخرج من الموجب هيتجزأ هنا وهنا، عارف التيار هنا ايه؟ لو قسمت الفي على الار هتعرف تيار الجزء اللي هنا ايه. 24 على 12 فيها الاثنين، يبقى هنا 2 امبير، واللي فوق هيبقى 2 امبير زيه، عارف ليه؟ علشان هنا 12 اوم وهنا 12 اوم، يبقى التيار الكلي هنا 4 امبير، يبقى هقول 4 في 4 ب 16، 16 يبقى في 1 ب 16. طيب في 2 اللي هي البطاريه، ما هي المنطقه دي خدت 16 فولت صح؟ والمنطقه دي خدت 24، اجمع الفولتات هيطلع معاك 40، يبقى 16 و40 تبقى الاجابه بها. رقم 3، هتصدقني لما اقول لك ان لازم الفولتميتر يتشال، لان فعلا الفولتميتر لما يتشال هيوسط لك الدايره دي تماما. انا عندي هنا مقاومه مقاومه ومقاومه، 5 اوم 10 اوم 20 اوم، هشيل الفولتميتر وهشيل الفولتميتر ده، بس ما انساش ان في واحد محوط على ال 20 وفي 2 محوط على الخمسه، حذفت دي وحذفت دي، في سلك بقى واخد من 10 ل 5، من 10 ل 5 سلك فاضي، وفي سلك فاضي واخد من بين يعني طرفه من طرف ال 20 دي لل 10، ادي ال 20 وال 10 اهو، وفي هنا مدخل للتيار وفي هنا مخرج للتيار اهو، مدخل ومخرج التيار. التيار اللي ماشي في الخمسه تيار قيمته 2 امبير، 2 امبير. طيب تعالى نرقم كده، ادي عقده وادي عقده وادي عقده وادي عقده، فلو قلت عند المدخل هنا 1 ده سلك فاضي اوله زي اخره يبقى 1، لو جيت هنا قلت 2 ده سلك فاضي اوله زي اخره 2، فاصبحت الخمسه بين 1 و2، والعشره بين 1 و2، والعشرين بين 1 و2، يعني عايز اقول لك ان الثلاث مقاومات على التوازي، يبقى العشرين اوم توازي مع العشرة اوم توازي مع الخمسة اوم، وبالتالي فرق الجهد هيكون متساوي، الفولتميتر المحوط على 20 هيساوي الفولتميتر المحوط على 5 هيساوي الفولتميتر المحوط على قراءته يعني على 10. طيب وقراءة الفولتميتر كام؟ مش انت عندك تيار الخمسة 2، اي في ار بكام هنا؟ 2 في 5 ب 10، يبقى هنا 10 فولت وهنا 10 فولت وهنا 10 فولت، فبالتالي قراءه في 1 وفي 2 10 و10، فيبقى الاختيار الف. تعالى نشوف رقم 4، هتلاقيها سهله لو انت شلت الفولتميتر. هنوصل الثلاث مقاومات اللي على التوالي 15 اوم 3 اوم 2 اوم، وادي البطاريه تمام، والفي 1 ما ننساش انها محوطه على الاثنين، وفي 2 محوطه على الثلاثة والاثنين اوم. دايره التوالي عاديه ببطاريه 10 فولت، تعال نحسب التيار الكلي، الاي توتال بتساوي الفي باتري اللي هي 10 على المقاومات اللي هي جنب بعض، لما شلت الفولتميتر لقيتهم متوصلين جنب بعض على التوالي، 2 و3 5 و15 20، يعني التيار بنص امبير. تعال نحسب في 1 هيساوي اي في ار، اي اللي هي نص والار المحوط عليها 2 يبقى 1 فولت. تعال نحسب في 2، في 2 محوط على الخمسة، ما هو 3 و2 5، يقرأ اي في 5، اي التوالي اللي هي نص في الخمسة يطلع 2.5، يبقى 1 فولت و2.5، يبقى الاختيار هيكون ب. رقم 5، عايز في 1 وقراءة في 2، هنرسم الدايرة من غير الفولتميترات، في هنا مقاومة 2 اوم وهنا 2 اوم، وفي هنا سلك فاضي وهنا سلك فيه مقاومة 3 اوم، وفي في النص هنا 2 اوم وهنا 2 اوم، وفي هنا الستة اوم، وفي هنا سلك فاضي تمام، وادي الفولتميتر هنا في 1 وهنا في 2، ومدخل التيار من هنا ومخرج التيار من هنا، وقيمة التيار هنا 3 امبير. تعالى نرقم، عند مدخل التيار هتقول 1 تمام، ده سلك فاضي فهو اولى بالترقيم، اوله زي اخره يبقى هنا 1،
ما تقدرش تيجي هنا تقول اتنين. ليه؟ ده مخرج التيار، خلي مخرج التيار في الاخر. تعالى هنا قول اتنين. طب ما نيجي هنا لما نقول تلاتة عادي، ده سلك فاضي يبقى دي تلاتة. يبقى انت رقمت واحد اتنين تلاتة، بين واحد واتنين في اتنين او، وبين واحد واتنين في اتنين او، وبين مين تاني؟ ادي خلصنا دي. طيب وبين اتنين وتلاتة في اتنين، وبين تلاتة فين؟ اتنين وتلاتة في اتنين، بين اتنين وتلاتة في اتنين كمان ماشي، وبين واحد وتلاتة في ستة، بين واحد وتلاتة في ستة او، مين اللي ما شربناش عليه التلاتة؟ بين واحد وتلاتة في تلاتة او ماشي. انت الفولتميتر في واحد محوط على دي على التلاتة او، والفولتميتر في اتنين محوط على الستة او. طب ما دي ودي توازي، يبقى الفولتمترين قد بعض. طيب مدخل التيار هنا 3 امبير، فتعالوا بقى نشوف المنطقه دي خدت فرق جهد قيمته قد ايه. هنا 2 مع الاثنين على التوازي تخلصهم 1، وهنا 2 مع الاثنين على التوازي تخلصهم 1. واحد جنب واحد يبقى فيه 2، فيه هنا 2 اوم، وفيه هنا 6، وفيه هنا 3 اوم. واحنا هنا بنقول التيار قيمته 3 امبير داخل. عشان نعرف منطقة التوازي خدت ايه، فبنقول ان ال V توازي، ما ال V توازي هي دي هي دي هي دي، بيساوي ال I total في ال R total او R توازي. ال I total بتلاتة، ال R توازي بكام؟ الستة مع التلاتة تخلصهم اتنين، والاتنين مع الاتنين تخلصهم واحد، يبقى الاتنين هيقروا تلاتة فولت. تلاتة فولت، تلاتة وتلاتة، يبقى الاختيار هيكون د. تعال نشوف السؤال رقم ستة. السؤال رقم ستة أول حاجة هنعملها عشان نجيب قراءة الفولتميتر، هنشيل الفولتميتر من ده، هرسم كل المقامات بس ما عدا سلكية الفولتميتر في واحد والفي اتنين. رسمت الدايرة وعرفت إن في واحد محوط على المقاومة ستة دي، وفي اتنين محوط على المقاومة ستة دي. طيب أدي مدخل التيار وأدي مخرج التيار. مدخل التيار هياخد رقم واحد، قبلك سلك فاضي فهو أولى بالترقيم ياخد واحد. طب أنت عديت على العقدة دي هتاخد إيه؟ اتنين. طيب وهنا؟ تلاتة. طيب النقطة تلاتة، طب ما انت هتيجي هنا اربعة. طيب الحتة دي سلك فاضي، دي كده سلك فاضي، يبقى دي تبقى اربعة. يبقى انت رقمت واحد اتنين تلاتة اربعة ماشي. بين واحد واتنين في مقاومة ستة اوم، وبين واحد واتنين في مقاومة ستة اوم، والتيار داخل هنا باربعة امبير ماشي. وبين اتنين وتلاتة في ستة، والستة دي اللي عليها الفولتميتر في واحد ماشي. وبين تلاتة واربعة في ستة، وبين تلاتة واربعة في ستة، ناقص ايه بقى؟ ناقص بين واحد واربعة. بين واحد واربعة كده الفولتميتر في اتنين، في طبعا المقاومة ستة. تعال نكتب المقاومة ستة الاول. بين واحد واتنين واحد واربعة في ستة اوم، وعليها الفولتميتر في اتنين معاها على التوازي، فبالتالي في اتنين دي بتقرا ايه بقى؟ بتقرا الفي كلها. طيب ماشي، تعالى بقى نجيب المقاومة المكافأة. عندك ستة وستة على التوازي تخلصهم، اخد واحدة على عددهم وادي تلاتة، يبقى الجزء ده بتلاتة، الجزء ده كده تلاتة اوم، وستة وستة على التوازي ناخد واحدة على عددهم يبقى تلاتة اوم. تلاتة وتلاتة ستة، وستة اتناشر، يبقى انت عندك هنا اتناشر اوم، وفيهم معاهم على التوازي ستة اوم. اتناشر في ستة على اتناشر زائد ستة يبقى اربعة اوم. طيب انا ممكن اجيب لك في اتنين الاول ازاي؟ هقول اي توتال اللي هي 4 في الار توازي اللي او الار توتال كمان، يعني ما فيش غيرهم، اللي هي 4 تطلع في 2 ب 16، في 2 ب 16 تمام. طيب في 1 بقى، في 1 انت عندك التيار مش فوق هنا في 12 وهنا 6، والتيار قيمته 4 امبير، فلما يجي يتجزأ هيتجزأ التلت والتلتين عشان فوق ضعف اللي تحت. المقاومه دي هتاخد تلتين الاربعه، هتاخد تلتين الاربعه، ودي هتاخد تلت الأربعة، يعني أربعة على تلاتة، أربعة على تلاتة تمام. الأربعة على تلاتة ده التيار، هو اللي هيتجزأ هنا أربعة في كام بقى؟ هنا أربعة على تلاتة، وهنا التيار هياخد إيه بقى؟ تمانية على تلاتة، تمانية على تلاتة. هيجي بقى التيار دول يتجزأ إلى جزئين بالتساوي، يعني دول ياخد النص، يعني أربعة على ستة، وهنا النص أربعة
ستة ويرجع يتجمع تاني هنا أربعة على تلاتة. فلما نيجي ناخد فرق الجهد هنا هنقول أربعة على تلاتة في ستة أي في أور، على تلاتة فيها الواحد، تلاتة فيها اتنين، اتنين في أربعة بتمانية. يبقى أنت عايز 16 و8، 16 و8 هتبقى الإجابة دي. الشكل المقابل يمثل جزء من دايرة كهربية تتكون من بطارية قوتها الدفع الكهربية 2 فولت، وخلي بالك هنا البطارية متوصلة بين النقطتين اكس وزد زي ما موجود في الرسم، وبيقول لك مقاومتها الداخلية مهملة، وفي فولتميتر، والفولتميتر على حسب الرسم متوصل ما بين الاكس والواي. أي من الأشكال التالية يكمل تلك الدايرة عند النقاط اكس وواي وزد؟ جاي يقرأ الفولتميتر 1.5 فولت. عشان الفولتميتر يقرأ جزء من الدايرة، يعني يقرأ 1.5 مش يقرأ الاتنين، ده معناه إن الفولتميتر محوط على منطقة، وفي منطقة تانية في الدايرة هو مش محوط عليها. طيب عشان نفهم الكلام ده تعالوا نشوف الاختيارات، وهنوضح هنا ان احنا لما نيجي نرسم هنرسم ان الفولتميتر هيكون بين الاكس والواي، والبطارية هتبقى بين الاكس والزد. طب عشان نفهم اكتر تعالوا نشوف العقد دي، لو انا سميت دي واحد وسميت العقدة دي اتنين، فده سلك فاضي فهيبقى ده اتنين. يبقى انا عندي دلوقتي ادي واحد وادي اتنين، المقاومة ار واحد بين واحد واتنين، والمقاومة ار اتنين بين واحد واتنين. طيب بالنسبة للفولتميتر، الفولتميتر على حسب الرسمة لما اجي انقله هنا انقله صح، هو الفولتميتر هنا متوصل بين اكس وواي، اكس اللي هي واحد والواي اللي هي اتنين، يعني الفولتميتر متوصل هنا. طب والبطارية على حسب الرسمة بين اكس وزد، اكس اللي هي بواحد وزد اللي هي باتنين، يبقى البطارية بالمنظر ده، وده معناه ان الفولتميتر محوط على البطارية، اذا هيقرأ الاتنين فولت مش 1.5 ولا حاجة، وبالتالي الاختيار ده هيبقى مرفوض. نروح نشوف الاختيار رقم ب، هنلاقي ان لو جيت وصلت الفولتميتر بين النقطتين اكس وواي زي ما في الرسمة الاصلية، وصلت الفولتميتر هنا، هلاقي ان الفولتميتر ده اصبح توازي مع السلك الفاضي، توازي مع السلك الفاضي فهيقرأ اي في ار، طب ما الار هتبقى بصفر لان مقاومة السلك الفاضي بصفر، يبقى ساعتها الفولتميتر هيقرأ صفر مش هيقرأ 1.5، يبقى الاختيار ده كمان مرفوض. طيب لو جيت هنا وصلت بين الاكس والواي الفولتميتر هلاحظ ايه؟ هلاحظ ان انا عندي طرف فوق، طرف فوق مقاومته ار واحد، وفي طرف تحت فيه ار اتنين جنب منه الفولتميتر، وبكده الفولتميتر هيبقى متوصل توالي، وهيبقى هنا البطارية يعني مش هيقرأ فرق الجهد اللي بين جزء من الدايرة. لو احنا افترضنا ان هو هيلغي مقاومات الطرف ده لانه مش بيسحب طيار، يبقى ساعتها اللي هيقرأ الفي باتري، يعني برضو مش هيبقى 1.5. طيب تمام، لو جينا بصينا على الاختيار رقم د، وجينا وصلنا الفولتميتر بين اكس وواي، طب تعالى كده الرقم ادي واحد، هنيجي هنا نقول اتنين، وفي مقاومة هي تبقى تلاتة، يبقى انا عندي واحد اتنين تلاتة، بين واحد واتنين في مقاومة بقيمة ار اتنين، وفي بين اتنين وتلاتة مقاومة بقيمة ار تلاتة، وفي بين واحد وتلاتة، واحد وتلاتة مقاومة بقيمة ار واحد. اما الفولتميتر بين اكس وواي يعني بين واحد واتنين، يبقى الفولتميتر هنا، وبالنسبة للبطارية البطارية بين اكس وزد يعني بين واحد وتلاتة. تمام كده، يبقى كده الفولتميتر مش محوط على الدايرة كلها، طب محوط على المقاومة ار اتنين بس جزء من الدايرة، يبقى انت عندك هنا الفرع ده كامل. ولو احنا قلنا دي في باتري، دي منطقة توازي، اللي فوق هياخد في باتري، اما الطرف اللي تحت هتتجزأ عليهم الفي باتري، ده جزء وده الجزء اللي جنبه، وبالتالي هنا هياخد اقل من الاثنين، فممكن من المحتمل انه ياخد 1.5، يبقى الاختيار الصحيح والوحيد اللي هو رقم د. الدايره الكهربيه الموضحه بالشكل المقابل عايز النسبه بين قراءتي الفولتمترين في واحد على في اتنين. تمام، زي ما احنا اتفقنا ان محدش جاب سيره ان الفولتميتر له مقاومه في الدايره، وبالتالي هتعامل معاه على انه فولتميتر مثالي مقاومته لا نهائيه مش هيسحب التيار فشيله من الدايره، وتبقى الرسمة بدون فولتميتر في واحد وفي اتنين هتبقى بالمنظر ده، تلاتة ار وار وجنبها هنا اتنين ار والبطارية وخلصت دايرتنا. تمام، طيب ما كده تبقى البين تلاتة ار والار والاتنين ار تاني سلك يعني كلهم على التوالي، طب ما نفرد السلك احسن عشان نشوف الدنيا افضل، يبقى انت عندك هنا تلاتة ار جنبها ار جنبها اتنين ار وبعدين البطارية.
طيب الفولتميتر في واحد محوط على مين؟ محوط على الار والاتنين ار، محوط على دول، ده كده في واحد محوط على المقاومتين دول. طيب في اتنين، في اتنين محوط على المقاومات كلها، يبقى في اتنين محوط على التلاتة ار والار والاتنين ار. طيب ما نقول هنا ان الفي واحد على الفي اتنين، ادام دول توالي يبقى النسبة بين فروق الجهد زي النسبة بين المقاومات. ادام في واحد محوط على المقاومات ار واتنين ار يعني تلاتة ار، هكتب قدامه تلاتة ار، والفي اتنين محوط على تلاتة ار وار يعني اربعة، اربعة واتنين يبقى ستة ار، يبقى دي هتطير مع دي، على التلاتة فيها الواحد على التلاتة فيها الاتنين، يعني النسبة واحد لاتنين، فيبقى الاختيار الصحيح رقم ب. الدائرة الكهربية المبينة بالشكل إذا كانت قراءة الفولتميتر 4 فولت، يبقى أنا عندي مقاومتين على التوازي 6 أوم و4 أوم، وعندي بطارية، وفي مقاومة هنا بقيمة 2 أوم، الفولتميتر متوصل هنا، الفولتميتر شلته بس هو كان بيقرأ 4 فولت. تمام، فعايز التيار المار خلال المقاومة 6 أوم، ده كده يبقى تيار فرع. طيب احنا دلوقتي بنقول ان احنا عندنا المقاومة دي معلوم قيمتها ومعلوم فرق الجهد بين طرفيها، فاقدر اجيب التيار اللي ماشي فيها، والتيار اللي ماشي فيها هو التيار الكلي، يبقى الاي توتال هتساوي الفي اللي هي 4 على الاتنين، هتبقى 2 امبير، يبقى التيار الكلي قيمته 2 امبير. اجيب تيار الفرع ازاي؟ هقول اي فرع اي 6 بتساوي التيار اللي داخل عليهم اللي هو قيمته 2 في مقاومة التوازي، يعني 4 في 6 على 4 زائد 6 تبقى 2.4 على مقاومة الفرع اللي انت عايز التيار فيه. انا عايز التيار هنا، يبقى على المقاومة 6، هيطلع معاك الناتج 8.1 امبير، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم الف. اذا كانت مقاومة الفولتميتر في الشكل 100 كيلو اوم، هنا الفولتميتر ادام قال لي انه له مقاومة، هتعامل معاه كأنه مقاومة عادية، مقاومة مع مقاومة على التوازي. تمام، يبقى انا دلوقتي عندي الدايره دي فيها بطاريه، البطاريه دي بقيمه 6 فولت، وعندي هنا مقاومه بقيمه 100 كيلو اوم، وفي مقاومه التوازي هخلص المقاومتين على التوازي 100 و100 على التوازي، اخد واحده على عددهم يبقى 50 كيلو اوم. المطلوب مطلوب قراءه فرق جهد التوازي، ما الفولتميتر كده يعني الفي الخاصه بمنطقه التوازي، فرق الجهد هنا. تمام، طب لو انا افترضت ان دي في، مش دي هتبقى 2 في، يعني ده لو اخد مقدار قيمته في من البطارية ده هياخد 2 في، على اساس ان المقاومات هنا الضعف، يبقى ساعتها الستة فولت دي هتساوي 2 في زائد في، يعني الستة فولت هتساوي 3 في، يبقى الفي الواحدة 6 على 3 فيها 2 فولت، يبقى دي في واحدة هتاخد 2 فولت، وبالتالي الاجابة الصحيحة هتكون رقم ب. شكل مقابل يمثل جزء من دايرة كهربية، فعايز قراءة الفولتميتر. تمام، تعال نشوف كده، احنا عندنا البطارية الموجودة هنا قيمتها 12 فولت، هتوزع فولتاتها على منطقة التوازي والمنطقة اللي فيها المقاومة 4 أوم اللي هي تعتبر قراءة الفولتميتر. طيب منطقة التوازي الفرع اللي فوق هياخد كام من الفولتات؟ I في R، يعني نص في 16 ب8، يبقى ده 8 فولت، واللي تحت منه 8 فولت برضو، لأن في حالة التوصيل على التوازي فرق الجهد متساوي، يبقى منطقة التوازي خدت 8 فولت من أصل كام؟ من أصل 12، يبقى فاضل كام؟ 4 فولت، يبقى الفولتميتر هنا هيقرأ 4 فولت. عد بقى الفولتات، 4 فولت وهنا 8، هما ال 12 فولت اللي بين الطرفين. تمام، طب عايزين قيمة المقاومة الار عشان نقدر نجيبها اللي هي R2، لازم نكون جايبين فرق الجهد على التيار. طيب فرق الجهد اللي هنا قيمته زي اللي فوق اللي احنا اتفقنا ان هو 8، طب التيار اللي هنا قيمته كام؟ طب ما تيجي نجيب التيار الكلي، احنا عندنا هنا فرق الجهد ب4 والمقاومه ب4، 4 على 4 فيها الواحد، هنا ماشي التيار الكلي بقيمه 1 امبير، طيب هنا نص، يبقى اكيد هنا نص امبير، يبقى التيار هنا نص ونص هيتجمع ويبقى الواحد امبير. تمام، طب التيار هنا نص زي اللي فوق، يبقى المقاومه اللي تحت زي اللي فوق، يبقى R2 16، يبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم د.